يا صباح الخير، صباح الفل، صباح النور. فيديو النهارده مش قادر اقول لكم بقى رايق فيه قد ايه. عندي كميه مشاكل، بس النهارده صاحي من النوم ايه، انا خلاص رايح انام وباي رايق جدا. بس زوري النهارده محشرك شويه كده، حضرت يعني سود عشان خاطر يبقى صوتي كده حلو طول الفيديو. وفيديو النهارده الحقيقه هو لاول مره عندي هنا على القناه او عندي على الفيسبوك، وهو ان انا هشتري المنتجات الاشهر مبيعا لفرقه معينه او لبراند معينه او لممثل معين. حقيقة أول مرة كنت أعمل كده في حياتي، فمش عارف هي الفكرة دي هتحبوها ولا مش هتحبوها. وقلت النهاردة هبدأ بفرقة مشهورة جدا جدا جدا، وهي فرقة بي تي اس. النهاردة اشتريت أشهر حاجات موجودة على أمازون وعلى نون لفرقة بي تي اس. قلت لو الفيديو حبيته جاب لايكس كويسة وكومنتات كويسة وحبيته الفكرة، المرة الجاية نعمل ب 10 قطع ب 20 قطعة. بس قلت كبداية أبدأ بحاجة تكون صغيرة لأنها لسه تجربة. ولكن هل عشان خاطر هي تجربة هشتري منتج واحد؟ أكيد لأ. واحد اتنين وتلاتة مع بعض اربعة، يلا يفتحوا مع بعض. واللي هيقول لي امازون مقاطعة، انا مضطر اشتري من عندهم لان انا في عندي مبلغ بالانس في الاكاونت، لانه كنت شاري منتج وما كانش ينفع ان المبلغ بتاعه يتحول على الكريدت، فمضطر ان انا اشتري من عندهم لحد لما اخلص المبلغ اللي عندي. فيلا نبدأ، يلا نبدأ ونفتح ونشوف ايه ده. اه طيب بصوا، دي كروت، المفروض ان هي كروت للعبة اونو. بصراحة انا عندي اللعبة نفسها بس ما عنديش الكروت بتاعتهم. احط لكم هنا صوره المنتج مع سعره كمان. طب اوكي نفتحها مع بعض. هي كروت للفرقه، كل كارت عليه صوره من عندهم. عايز اقول لكم الطباعه بتاعتها نظيفه قوي. بصوا يا جماعه، الكروت ماتيريال حلوه قوي قوي قوي. يعني الكارت نفسه كده تحسوا ان هو، بصوا الالوان من غير ايديت، والكارت نفسه جامد. بصوا بعمل كده مش بيعلم فيه التانية. فبصراحة حلوين، غاليين شوية ولكن كل حاجتهم غالية. بصراحة كل حاجتهم غالية. شوية الحاجات دول مش عايز اقول بكام بقى عشان خلاص يعني ربنا امر بالستر. المهم بعد كده جيت اتوقع حلو، نسيت هنطلب ايه اصلا، لان الاوردر ده ما جاش بسرعة لانه مش سولد باي امازون. دي توت باج، طبعا هي في صحاب ليه في الكليه بيلبسوها بصراحه، بس انا بصراحه بالنسبه لي هي حريمي. هي شكلها يعني بصوا بحسها بصراحه ان هي الخضار، يعني بحسها ان هي اي حاجه غير الخضار، ده رايي انا. المهم هي على الموقع كان شكلها اوضح من كده، طبعا انا ضعيفه شويه يعني لها الشعار بس، وحجمها كمان عرضه صغير قوي، يعني تاخد يا دوبك مثلا ايه، حتى كمان مش سكتش، تاخد كراسات لو حد رايح بيها كليه او مدرسه. بس كمتانه بصراحه هي متينه، بصراحه كمتانه لا هي متينه. ده شكلها، هي ماتيريال شبه كده الجبردين شويه. ده كان ايه؟ فاتحه من دول بكتير. اي ثينك ان ده المج. بصوا يا جماعه ده مج حراري، المفروض ان انا بحط فيه بقى اسود في الاول، احط فيه ميه سخنه ايا كان بقى، بنسكافيه بشاي، يظهر عليه الشعار بتاعهم. بصوا حتى واضح من هنا مع الاضاءه والرينج لايت واضح. فانا برضو محضر نفسي، ادي المج اهو، ودي ميه حرارتها 90. ظهرت المج يا جماعه نظيف قوي بصراحه، يعني حتى لما بيظهر بصوا، يعني انا عايز امسح بس الميه اللي جت هنا دي، شكله شيك قوي. وفي اخوه بس عليه صور للفرقه، ولكن للاسف ما كانش موجود منه، كان خلاص بقى سولد اوت. يعني حطيت الحاجات في الباسكت، جيت اطلب لقيته خلاص بقى سولد اوت. شكله حلو جدا جدا، وطبعا بيخش اصلا الاطباق. اللي بعده ده اخر منتج معانا النهارده، ده المفروض ان هو برواز ام دي اف، بيتحط على الحيطه، يتحط جوه دريسنج، يتحط بيتلزق ممكن اعتقد دبل تيب، وممكن يتعلق بمسمار، وممكن تحطه على مكتب يعني مثلا ورق في دريسنج على مكتب. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي، هو ام دي اف بس الطبقه الخارجيه اللي عليه صراحه يعني انا تخيلتها تكون اقل من كده، فيها لمعه. ده شكله، ده كان ب 130 جنيه تقريبا. ممكن احطه مثلا كده في دريسنج، ممكن احطه بمسمار، ممكن احطه دبل فيس على الحيطه. طيب لو هقيم حاجه النهارده بصراحه، كروت الاونو عجبتني جدا، حاسس انها غاليه شويه بس سعرها فيها.
المج عجبني بس سعره غالي ب 200 جنيه. المج ده بصراحه شايف ان هم كتير قوي عليه، ولا ممكن اطبعه عند اي حد ب 100 جنيه و 120 جنيه. اللوحه دي تمام بصراحه بالنسبه لي حلوه، بس هي ريحه غريبه شويه. والتوت باج هي حلوه ولكن انا مش بحبهم، بس لو حد بيحبهم هي بصراحه ماتيريال كويسه. ده كان فيديو النهارده جربت فيه اشهر 4 منتجات لفرقه بي تي اس موجودين على امازون. لو حبيتوا الفيديو حطوا لايك واكتبوا لي كومنت، وان شاء الله اعمل لكم منه اجزاء ثانيه وثالثه ورابعه لو حبيتوه. والمره الجايه يبقوا 6 منتجات 10 منتجات 20 منتج، بس اعرف ان كنتوا حبيتوا الفكره. ده كان فيديو النهارده، حطوا لايك واشتركوا عندي في القناه وفعلوا الجرس، تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.